شو مفهوم الصداقة عند شيماء سبت؟ رقم واحد احترام، رقم اثنين تقدير، رقم ثلاثة المواقف تبين. هذا كان حبيب مو بصديق صح؟ لا، الصداقة أعمق من الحب. أهلا وسهلا، بيت بيتك، قهوة يا ربع. لأني أنا أيضا أؤمن هذا بهذا الشيء. إيه؟ فعلا إيمان قوي أنه فعلا الصداقة أعمق من حب، الحب اللي هو يتكلل بالزواج. تؤمنين أن مثلا شريك العمر لازم يكون صديق في البداية؟ مو ضروري، بس كثر ما يعني شوف أنا نظرتي الحين إذا أبي شريك أدور أنا شريك، مو بإذا تبغين شريك، شريك نعم، يعني يشاركني أفكاري، يشاركني في الأشياء اللي أحبها، يشاركني في هواياتي، يشاركني حتى شوف يعني أتفه الأشياء، الأكل، type of music، الهوايات. لأن أنا يوم ليش يصير في طلاق وايد؟ ليش يصير في مشاكل زوجية وايد؟ لأن خلاص فلان حق فلانة وفلانة حق فلان، فلانة لازم تتزوج فلان، ولا آه حبيته. أنا قاعد أقول معقول أنا يوم كنت ياهل وأقول أنا حبيت واختلاف 180 درجة، ولا يمكن الخط يوصل لنقطة. لا، أنا الحين أدور شريك. يعني إحنا بكرة بنكبر، هذا الحب لما واحدة مجاب لويه واحد 24 ساعة في اللي باقي من الأمر، هذه يروح، شنو يبقى؟ الضحكة، السوالف، الهوايات المشتركة. أنا أحب البحر، أروح مع البحر نصيد سمك، إيه وبالشباب أنا قاعدة وياك نطلع نسوي برنامج إحنا نحبه، نطبخ مع بعض، هذه اللي دوم. نتكلم في مواضيع، فكر معين، نتناقش في كتاب معين، هذا اللي دوم. حبني وأحبك أول سنة، بعدين بعلقك وتعلقني إذا ما كنت شريك. أقنعتك، إحنا نضجنا، إحنا وصلنا على قدر كافي من الوعي. يمكن أنا لو تقعد معي هاي القعدة في هذا البرنامج قبل 10 سنين ممكن يكون كلامي مختلف، بس أنت اليوم قاعد تكلمني، أنا شيماء اليوم أنا أفكر كذي. يمكن قبل 10 سنين بقول لا أبي واحد أحبه، ويمكن هذا كلام إذا شفتي واحد وحبيتيه بتذوبين. لا،